تشيف الحلقة الثانية اليوم. طبعا في عنا حفلة، هي طبعا تقريبا نفس المنيو تبع الحفلة الماركت، بس في اختلاف بسيط اللي هو انه هاي الحفلة راح تبقى الاكل راح يبقى على الطواير، مش راح يبقى بوفيه مفتوح. تابعونا. هسا عنا الساعة 12:05 دقايق بالليل، بنسوي البايم هسا لانه هاي الاشياء اسهل تبقى مسوي قبل بيوم. بنشوف هسا اول طبقة فيها مكون سري، انتو حاولوا حزروا شو لحالكم. بعد ما شفتوا اول طبقة هسا عنا الطبقة الثانية واللي هي زينة، هي الطبقة اللي بتبين هنا الاشياء الحلوة، هنا الاشياء اللي لازم تبكى الوان. شوفوا شو بنساوي وارجعوا. طبعا يمكن تسألوا ليش عمار اللي قاعد بسجل الفيديو مش ركان. السبب واضح جدا انه ركان كسول جدا وفلس كاللي انا اصور له. بس شفتوني بحط الفحم، هسا بدنا نولع الكاز هيك نحطه، وهاي النار هسا عشان نشوي هون البرقيت لانه طعمه على الفحم دايما بيطلع اسجه من يبكى مشوي على الغاز. راقبونا عبين ما تولع النار. وهسا هيك الفحم هون صار مولع، فبنقيمها نحطها على جنبها حاليا، خليها عشان نفرد الفحم المولع هيك، والنار سخنه والجو نار، فنصيحة اشربوا مي. بعد ما فردنا الفحمات بنجيب الريشة او الشبكة بنحطها هون، ونجيب الفرشاة نحط عليها شوية زيت او اذا بدكم بزبط بصلة. بعد ما خلصنا بنجيب حل برقيت نفرد منيح، تأكد انه كل شيء على النار، نستناها انت يستوي. طبعا الكاميرا الثانية جوا حاليا قاعدة بتصور، انا هون هسا كلبت الجاج زي ما انتو شايفين هون. واه يلا نكمل. مرحبا مرحبا، اليوم احنا بنعمل جزر عشان عنا هون ملك تكشير الجزر الثاني ركان مواسي. ركان شرحنا شو بتساوي اليوم. في عنا سلطة جزر، هاي احد السلطات المميزة اللي بعملها ابوي، انا دايما بساعد في تكشير الجزر وغير، بس هالمرة هالايام عنا المعلم ورد وانا اللي ببرش الجزرة. طبعا سلطة الجزر هي بتيجي مميزة خصوصا عشان طعمها الحار، ويلا تابعونا. زي ما قالكم ورد هسا احنا قاعدين بنساوي السمك، بنخليه فيليه، قاعدين بنطلع السفير منه زي هيك. يا بابا طبعا عشان نطلع السفير بتمشي ايدك بالنص هيك عكس السمكه، وبيطلع معك السفير هيك، فبتكيمه في الملقط تحط ايدك هيك هبو وبنكام السفير. بس هيك احنا فوتنا اول صينية لحمة، هاي الموز الموز خروف، بس راح نفوت فندان البكر. تمام واحد وين فوتنا اخر صينية بالفرن، نسجل الفرن نحطه على ساعتين ونقول يا الله. هسا
في عنا هون البندورة بدنا نفتحها هيك، نيجي هون طلع نكيم اللي جوا. وهسا بنحط نمليها فريج. هي جاهزة وهدول جاهزات، نفوتهن على الفرن. خلصنا، ضحنا معنا الحلو، معنا الغراض وراه، معنا عمار، معنا ورد. تقول مرحبا. مرحبا. يلا عليهم. طبعا اللي ما حضرش الحلقة الأولى يعص هنا ويحضرها، وتنسوش لايك شير وسبسكرايب. نشوفكم المرة الجاي. سلام.